كلنا نعرف أنمي هجوم العمالقة، وفي هذا الأنمي نجد أن هناك عمالقة متحجرة داخل الأسوار وكأنها تماثيل، والتي كانوا يعتقدون بأنها ميتة. ولكن ماذا لو قلت لك بأن العمالقة موجودون بالفعل، إلا أنهم لا يزالون في شكلهم الحجري؟ كل شيء بدأ في عام 1722 حين قرر ياكوب روغيفين ترك عمله بالمحاماة والذهاب لاستكشاف العالم. وفي أحد الأيام وصل إلى جزيرة منعزلة ليجد نفسه أمام حوالي 887 تمثالا عملاقا، إلا أنه لم يتوقع حينها بأنه واقف أمام أكثر الألغاز المحيرة عبر التاريخ، لغز تماثيل مون. وفي هذه الحلقة سنكشف الكثير من الأسرار، ومنها كيف اختفى شعب هذه الجزيرة ومن هم المبدعون السبعة. وقبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد وضغط زر اللايك والتعليق. هيا نبدأ. جزيرة معزولة تقع في المحيط الهادئ الجنوبي وتسمى بجزيرة القيامة، ويرجع سبب تسميتها بهذا الاسم لكون أنه تم اكتشافها في 5 أبريل من عام 1722، وهو اليوم الذي كان يصادف يوم عيد الفصح أو عيد القيامة. كون أن الجزيرة معزولة ليس هو كل شيء، بل بها حوالي 887 تمثالا عملاقة والتي يصل عمرها إلى حوالي 1000 سنة. البعض له رأس وجدة وللبعض الآخر أدرع، ويصل طولها بين أصغرها ب 3.5 متر إلى أكبرها ب 21 مترا. أما الوزن فهو بين 12 طن و 270 طنا. بعض هذه التماثيل يمتلك غطاء على الرأس والذي يزن لوحده 10 أطنان. كل التماثيل لازالت موجودة في جزيرة القيامة إلا تمثال واحد، فهو موجود بمتحف في بريطانيا ويطلق على هذا التمثال اسم الصديق الغائب، والذي إلى يومنا هذا لا زالت تشيلي تحاول إرجاعه إلى الجزيرة. كل التماثيل الموجودة في جزيرة الفصح متشابهة إلا 7 تماثيل، فهي تختلف عن البقية والذي يطلق عليهم المبدعون السبعة. يقال بأن هؤلاء السبعة يمثلون العرش الكريم الذي تحدثت عنه الرواية التوراتية في سفر التكوين، ابتداء من اليوم الأول إلى اليوم السابع في عملية الخلق، حيث أن لكل واحد من هذه المواء السبعة اسم، والذي يتم جمعه من خلال آية تطابق في المعنى الاسم المنقوش على كل واحد. الشيء الذي يجعلنا نتساءل، من قام بتشييد هذه التماثيل؟ هناك فرضية تقول بأنه قد تم بناء هذه التماثيل من طرف المهاجرين البولينزيين الذين كانوا يتحدثون اللغة البولينزية، والذين هم مجموعة متفرعة من الشعب الأسترونيزي. تبدأ القصة مع الملك هوتوماتو الذي رحل من جزيرة ماركيز متجها إلى جزيرة القيامة، وذلك لإيجاد وطن جديد له ولشعبه، وهو واحد من المبدعين السبعة والتي تعني المستكشفين الذين واجهوا البحار. وهكذا أصبح هوتوماتو وشعبه أول من استوطن جزيرة القيامة. وبعد مرور السنوات قام سكان هذه الجزيرة ببناء تلك التماثيل، وذلك تكريما للآلهة والأجداد البولينزيين، إلا أنه كان هناك عالما اسمه هاريدال لم يتفق مع كل هذا، حيث قال بأن تماثيل المواي تم بناؤها من طرف شعب الإنكا، ولكن كل التي كانت تشير إلى عكس ذلك، حيث أن شعب الإنكا كان معروفا بصنع الفخار والأقمشة الخزفية والتي ليس لها وجود في جزيرة القيامة، إضافة إلى أن الهياكل العظمية لشعب جزيرة القيامة شبيهة مع سكان جنوب شرق آسيا أكثر من سكان شعب الإنكا. الغريب في هذه التماثيل هو كونها موجودة على طول الساحل في صف طويل، ونظرها متجه إلى الداخل وظهرها نحو البحر، وكان هذا هو السبب الرئيسي لتسميتهم بحراس الجزيرة، حيث تبدو كقلاع يحتمي بها سكان الجزيرة نتيجة الحروب والمعارك. مما يعني أنه قد تم صناعة هذه التماثيل في مكان، وبعد الانتهاء تم نقلها إلى الساحل. ولكن السؤال المهم، كيف تم تشييدها؟ بعد بحث طويل اكتشف الباحثون بأن بعض الأجزاء هذه التماثيل لا تزال قرب فوهة بركانية، إلا أن هناك فرضيتان لطريقة بنائها. الفرضية الأولى تقول بأن هذه التماثيل مصنوعة من رماد بركاني مضغوط والذي يوجد في موقع بركان خامد منذ آلاف السنين، حيث قاموا بخلط ذلك الرماد مع القطران وضغطه لتشكيل التمثال، وهذا العمل كان يحتاج إلى 5 أشخاص طوال العام لعمل تمثال واحد، وبين 180 شخصاً و 250 لنقل تمثال واحد من مكان صنعه إلى الساحل. بينما الفرضية الثانية تقول بأنهم قاموا باستخدام أدوات حجرية لنقش تلك التماثيل على صخور ضخمة من البركان نفسه، ولكن كلتا الفرضيتان تقول بأنه قد تم تشييدها في مكان
ثم نقلها إلى مكان آخر بعدها. وبحسب ما قاله الخبراء فقد تم وضع تلك التماثيل على أخشاب ثم جرها بحبل. أما بالنسبة للتماثيل التي لا تمتلك قبعات فقد أطلق عليها الخبراء اسم العمل الغير مكتمل، لأن أغلب هذه القبعات لا تزال قرب الفوهة البركانية، مما يعني أن العمل قد توقف بشكل مفاجئ وليس بإرادتهم. في عام 1862 وصلت سفن تجار العبيد من بيرو إلى جزيرة القيامة، وقاموا باختطاف حوالي 1400 شخص وأخذوهم لبيرو ليعملوا في المزارع، ولكن بسبب الأمراض مات أغلبهم في ظرف سنة، إلى أن بقي 15 شخصا فقط، حيث تم إعادتهم إلى جزيرة القيامة ونقلوا معهم كل الأمراض مثل الجدري الذي انتشر في الجزيرة وقضى على أغلب سكانها، حيث يرى المؤرخون بأن سكان جزيرة الفسح انخفض من 50,000 شخصا إلى 3,000 شخص بعد هذا الحادث. هناك نظرية أخرى تقول بأنه قبل 4,500 سنة قبل الميلاد، أي في العصر الحجري الأخير، كانت هذه الجزيرة مأهولة بالسكان والذين لا يعرف أصلهم، وهم من قاموا بتشييد هذه التماثيل، والذي كان كل تمثال منها يجسد أحد زعمائهم. لكن في القرن السابع عشر اندلعت حرب دموية بين مجموعتين من سكان الجزيرة، وهنا قام البعض منهم بتخريب تلك التماثيل، حيث أن هناك تماثيل مكسورة الرقاب، مما يعني أن السكان الأصليين اختفوا قبل مجيء سكان جزيرة ماركيز. بالنظر إلى شكل التماثيل فهي لا تشبه أي جنس من الحضارات القريبة من تلك المنطقة مثل الإنكا والأزتيك وشعب المايا، فحتى شعب بولينيزيا لا يمتلك تلك الملامح، مما يدفع الكثير للقول بأنها لم تبنى من طرف البشر بل من طرف مخلوقات فضائية. والسبب الذي يؤيد هذه النظرية هو الدقة في أماكن تواجد هذه التماثيل، حيث تمثل رموزا فلكية معقدة، ويتضح هذا بمعامدتها لأشعة الشمس بصورة هندسية، إضافة إلى أن هناك رسومات ورموز معقدة جدا والتي تمثل واقعا فعلي لحضارة ذكية اندثرت بشكل غامض. التماثيل العملاقة ليست الشيء الوحيد الغامض في تلك المنطقة، فقبل 100 عام تم العثور على لوح حجري في الجزيرة وعليه نقوش وكتابات بلغة تسمى رونغو رونغو، وبعدها تم العثور على منحوتات تحمل كتابات بنفس اللغة، ولكن لم يستطع أي أحد فك هذه اللغة إلى يومنا هذا، حيث أنه من الممكن أنها تحمل بين سطورها حلا للغز هذه الحضارة الغامضة. وكيف تمكنوا من إنجاز هذه التماثيل العملاقة؟ إلى هنا تأتي نهاية الحلقة، وأخبرني في التعليقات ما الذي تظنه، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد وتضغط على زر لايك. وداعا.